من وسط كل الديانات، الإيمان المسيحي بيدي للإنسان قيمة مميزة داخل هذا الكون. الإنسان مش مخلوق نتيجة صراع آلهة، والإنسان مش مجرد عبد. من البداية الإيمان المسيحي بيأكد إنه الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. الله لحبه للإنسان اداله نعمة التسلط على الكائنات التانية، ودي عطية من الله للإنسان من دون أي استحقاق. التسلط ده هو للرعاية ولحماية المخلوقات، وعلشان تقدر الخليقة تحقق غايتها بفضل عناية الإنسان. لكن مش معنى كده إنه الإنسان يعمل في هذه المخلوقات اللي هو عايزه ويستغلها من دون حساب. الإنسان مخلوق على صورة الله، لأنه الإنسان هو الخليقة الوحيدة اللي الله أرادها لذاتها. الإنسان قادر إن هو يكتشف ويدرك الأشخاص الآخرين، يدخل معاهم في علاقة حب حقيقية، وده على صورة الله. الإنسان وحده يقدر يعرف الله خالقه ويحبه. هو كمان عنده القدرة على إنه يعتني بالمخلوقات كلها، يحملها في حنان ولطف نحو غايتها. وفي النهاية صورة الله في الإنسان هو شخص يسوع المسيح اللي فيه بتكتمل إنسانيتنا. عشان كده، لأن كل البشر مخلوقين على صورة الله، فكلنا كبشر متساويين في كل شيء. البشر كلهم نالوا نفس المحبة بنفس المقدار من الله الواحد نفسه. ويسوع أعطى الخلاص لجميع البشر، ودعا كل البشر للحياة مع الله من دون أي تفريق ما بيننا. وعلى مثال الله بيتحقق كمال الإنسان في علاقته مع الآخر المختلف عنه. عشان كده الله خلق الإنسان رجل وامرأة، ودعاهم لعلاقة حب على مثال حب الله اللي بيعيشوا في الثالوث. أمام حب الله بتأتي الخطيئة كرفض لله ورفض لقبول محبته. الخطيئة هي انفصال عن الله. الإنسان زي ما قلنا مولود في عالم موجود قبله، والعالم ده مطبوع بالخطيئة، بمعنى انه الانسان كمان عنده ميل نحو الخطيئة بيتولد بيه. لكن الانسان بيرتكب الخطيئة بارادته الحرة. الخطيئة الاصلية مش معناها توريث في الجينات بنكتسبه، لكن الخطيئة تفضل قرار بياخده الانسان. استنونا في حلقة جديدة في سؤال جديد مع برنامجكم You Can You Can't.